السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. اسعار الدولار والعملات في البنوك، اسعار الدولار والعملات في السوق السود على مدار اليوم من قناتي انا وحياتي، استعراض كامل لاسعار الدولار والعملات في البنوك، اسعار الدولار في السوق السود فضلا وليس امر. اتمنى دعمكم باشتراك ولايك لقناتي انا وحياتي. اسعار الدولار والعملات اولا في البنوك، سجل الدولار الامريكي في البنوك شراء 30 جنيه فاصلة 90 قرش، ريال قطري 8 جنيه فاصلة 49 قرش، سجل الدينار الكويتي 99 جنيه فاصلة 96 قرش، ريال سعودي 8 جنيه فاصلة 22 قرش، سجل الجنيه الاسترليني 37 جنيه فاصلة 78 قرش، اليورو 32 جنيه فاصلة 68 قرش. أسعار الدولار في السوق السوري كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، الشراء سجل 39 جنيه فاصلة 85 قرش، والبيع سجل 40 جنيه فاصلة 95 قرش. بشكر حضراتكم جدا دايما وجودكم في قناتي أنا وحياتي، شرف كبير ليا وبيسعدني. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله يا رب، عاجله وآجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله ورعايته.